وبعدين يعني تهمه على ان فريق فوزي وعمنا مراد روح قتلوه، حاجه غير معقوله. والاثنين دول العسكريين عندهم الشرف العسكريه، نعم، وعندهم حتى يعني مستحيل يعني لو تقدر تعرف فريق فوزي وتعرف عمنا مراد تاني استحاله ان هم يقدموا على حاجه زي. نعم. مع الوزير، حريق القاهره 52 يناير 52 حتى الآن لا أحد لديه، إيه الحكاية؟ مفيش تفاصيل، يعني نتكلم 52 النهارده، مين اللي فعل؟ مين اللي حرق القاهرة؟ ولا نعرف أحد حتى الآن، محدش عارف حاجة. في بيقال إن الملك اللي حرق، وفي بيقال إنه الإخوان، وفي بيقال طبعًا زي ما قصة قتل كينيدي في ذات الوقت ما اتعرفتش. نعم. ففي أحيانًا أشياء لا نعرف. لكن بكل لا، الثورة جت والثورة قامت وكل حاجة، لكن في النهاية ما كانش في تحقيقات نقدر نشوف. كان في تحقيقات لكن ما ظهرش، ما ظهرش حاجة. لم يظهر بشكل قاطع يعني، إنما حصل يعني في أصابع تام عند السرايا وكده. العدوان الثلاثي، وحاج بتقول إنه كان هناك انتصارا عسكريا، انتصارا سياسيا طبعا، ايه اللي خرجنا منه؟ وسيادتك كمان شاركت في المقاومة. أيه. كنت ممكن يعني بنحكي للسادة المشاهدين والأجيال يعني شوف هذه اللحظة كانت لحظة مهمة جدا. نعم. انه كان في تآمر من ثلاث دول، هي انجلترا فرنسا واسرائيل، على ان هما، لان كانت انجلترا كل واحد له سبب. نعم. انجلترا بالذات شعرت انها خرجت بإهانة من قناة السويس، وأرادت كانت إيدن بالذات يريد أنتوني أن يعود إيدن رئيس وزراء بريطانيا، كان يريد أن يعود مرة ثانية احتلال القاهرة. احتلال القاهرة، احتلال يعني قناة السويس، بس القناة عاوز يرجع الوضع القديم. الوضع كان عاوز يرجع الوضع القديم بعد ما طلع بالطريقة اللي طلع بيها دي. نعم. ده من ناحيه انجلترا. فرنسا كان عندها الدافع بانك انت بتأيد ثوره الجزائر. وكانت مصر مش بس بتأيد ثوره الجزائر، ولكن ايضا افريقيا كلها، اهم مستعمر يعني دولتين مستعمرتين في افريقيا كانت انجلترا وفرنسا. نعم. فانت بتحاول تقضي على استمرار التقليد. اسرائيل طبعا عدو معروف يعني، وتتصيد في اي وقت هي تريد. نعم. فإذا كانت المؤامرة موجودة. أنت تنبهت لها صحيح بعد ما هجوم الطائرات، وبانت الخطة أنك إنه عاوز يخدع الجيش المصري خصوصا إسرائيل. نعم. فانسحب الجيش بحيث ما اداهمش الفرصة دي، وخد الظروف وقتها بقى. أولا أنك أنت لم تقبل هذا الاحتلال وقاومته بكل الطرق. نعم. وبعدين أيضا لحسن الحظ أن القوتين الكبار لم يوافقوا على هذا، سواء كان ايزنهاور كان في يعني حاكم في الولايات المتحدة عنده قدر من الشهامة، وبالتالي وجد ان دي خيانة او ان هو يجب ان تعود. والاتحاد السوفيتي الناحية الثانية كمان انذار قوي جدا. وبالتالي كان الحاجة الأهم من كده كمان، إن مصر كانت خرجت للعالم.